أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أنيمال هيلث اف تي دبليو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد النعيم الهواري، وأهلا بكم مع الحلقة الأولى من سلسلة الإجهاض في الماشية، والتي سوف نتناول فيها مقدمة عن الإجهاض، والتي نتعرف فيها على ما يلي: 1- الهدف من مناقشة الإجهاض في الماشية. 2- تعريف الإجهاض في الماشية. 3- أنواع الإجهاض. 4- أمراض الإجهاض المعدي وغير المعدي التي سوف نتناولها في الحلقات القادمة. أولا، الهدف من الإجهاض في الماشية. من المعروف أن الإجهاض يشكل خطر كبير على مزارع وحظائر الماشية العشار، حيث يدمر وينهي الحمل المنتظر سنويا، والذي يمثل ثروة لأصحاب المزارع والحظائر، والذي يجب ألا تتجاوز نسبة الإجهاض في الماشية العشار عن 2 إلى 5% في الظروف العادية، وأن تعدت هذه النسبة تشكل خسارة اقتصادية على العائد المنتظر من الولادات الحديثة سنويا التي تمد جميع مشروعات الثروة الحيوانية بالعجول والعجلات التي تقوم عليها هذه المشروعات. لذا يجب علينا اتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على الحمل من الإجهاض المعدي وغير المعدي. ثانيا، تعريف الإجهاض، والذي يقصد به موت الجنين في رحم الأم قبل استكمال فترة الحمل المعروفة في الأبقار، وهي 9 شهور، وفي الجاموس 10.5 شهور تقريبا، لأسباب معدية أو غير معدية، وقد يودي بحياة الأم والجنين معا في الحالات شديدة الضراوة. ثالثا، أنواع الإجهاض. ينقسم الإجهاض إلى نوعين: الأول الإجهاض المعدي، ويرجع لعدوى مرضية مثل البروسيلا. الثاني الإجهاض غير المعدي، ويرجع لأسباب سلوكية بيئية غذائية إلى آخره مثل الإجهاض الوراثي. كما يقسم الإجهاض حسب وجود أو غياب علامات وأعراض التعرف المبكر على الإجهاض، ويشمل نوعين من الإجهاض: الأول الإجهاض المتوقع، ويكون هذا النوع متوقع حدوثه من خلال: 1- الفحوصات المعملية. 2- الأعراض والعلامات والمقدمات أو وجود وباء بالقرب من المزرعة أو الحظيرة زي البروسيلا، حمى الوادي المتصدع، الحمى القلاعية. الثاني الإجهاض الفجائي، وفي هذا النوع من الإجهاض يلاحظ غياب جميع العلامات والأعراض التحذيرية من الإجهاض القادم زي الإجهاض الوراثي. رابعا، الحلقات التي سنتناولها في السلسلة تباعا، ويشمل الأمراض التالية: أولا الإجهاض المعدي. 1- مرض البروسيلا، بروسيلوزيس، من أخطر الأمراض في مصر والدول العربية، ويسبب عاصفة من الإجهاضات في المزارع والحظائر عند حدوثه، وقد سبق تناول هذا المرض. 2- مرض الحمى القلاعية، من الأمراض الفيروسية التي تسبب الإجهاض في الماشية العشار، إلى جانب الآثار التي يحدثها في الماشية مثل الحمى والتهاب الضرع وخلع الأظلاف والتهابات الفم، ويسبب المرض نفوق للعجول الرضيعة إلى جانب نفوق الأجنة، وقد سبق تناول هذا المرض أيضا في الحلقات السابقة. ثالثا، حمى الوادي المتصدع، الريفت فالي فيفر، مرض فيروسي وبائي سريع الانتشار، أشهر أعراضه إحداث إجهاض في التجمعات الحيوانية، وتصل نسبة الإجهاض إلى أكثر من 90% في الماشية والأغنام، حيث يقضي على المحصول السنوي المنتظر من الولادات الحديثة، وقد سبق تناوله في حلقة سابقة، وهذه الحلقات موجودة على القناة. والآن سوف نذكر الأمراض التي سنتناولها تباعا، وتشمل ترايكومونياسيس، ويسبب حالات فردية من الإجهاض في الماشية، فيبريوزيس،
وتصل نسبة الإجهاض أكثر من 10%. ليبتوسبايروزيس تصل نسبة الإجهاض من 5-40%. أسبيراغولوزيس ويحدث حالات من الإجهاض الفردية. ليستريوزيس تصل نسبة الإجهاض فيه إلى 50%. بوفاين فيروس دايرية ويحدث نسبة إجهاض منخفضة. ثانيا الإجهاض غير المعدي في الماشية، والذي يشمل 1 الإجهاض السيكولوجي ويرجع لسلوك وتصرفات المتعاملين مع الحيوان والمحيط الذي يعيش فيه. 2 الإجهاض الدوائي ويرجع لحقن الحيوان بأدوية تؤدي لطرد الجنين ونفوقه. 3 إجهاض السموم ويرجع لتلوث غذاء الحيوان بالفطريات أو الكيماويات السامة. 4 إجهاض التحصينات ويرجع لحقن الماشية العشار أثناء المرض باللقاح الحي المضاعف. 5 إجهاض الحوادث والمخاطر ويحدث أثناء النقل أو الانهيارات والعواصف والأمطار. 7 إجهاض سوء التغذية زي نقص فيتامين ألف. وفي النهاية شكرا لحسن استماعكم، ما تنساش تعمل لايك للحلقة وصفحتنا على الفيسبوك وتكتب رأيك في الحلقة، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وفولو على تويتر وشير للحلقات كي تعمل فائدة، وستجد اللينكات أسفل الحلقة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكراً.